ما هو أول هدف يحرزه كابتن وليد أزارو مع الأهلي في المطلق؟ في المطلق يوسف. الهدف اللي جابه في الفيصل الأردني في البطولة العربية في نصف النهائي. برافو يا يوسف. انت حد قالك ان احنا نسال اسئله يا يوسف؟ ما حدش قالك، اصل احنا عامه احنا يعني ما قلناش على الصفحه ولا حاجه. طب بص هستاذنك يا كابتن وليد، يوسف بالذات اكتب له اسمه يوسف. يوسف عشان يعني تبقى عندنا مخصوصه. تبقى له فرنساوي ولا ايه؟ تبقى له فرنساوي؟ اكتبها له فرنساوي. تعالى يا يوسف، تعالى خد الكره بتاعتك. اسم تاني مجدي؟ ايه الشطاره دي يا يوسف؟ يا رب تبقى شاطر في المدرسه كده زي ما انت شاطر في الكوره. لو كنت عارف عشان كنت متابع البطوله اصلا. انت كنت متابع البطوله؟ انت جاي مع ماما ولا مع بابا؟ مع اخواتي. اخواتك ليه؟ كم اخ وكم اخت جايين؟ اتنين. ما شاء الله ما شاء الله. بس انت اخواتك امامير قوي. طب ممكن انا وليد ازارو نتصور معاك يا يوسف؟ ماشي ماشي. امسك كورتك يا يوسف. شكرا يا يوسف. قمر قمر يا يوسف.